قراءة تحليلية للنصوص. وما اتبعت المهد تبع البصر المنجوم هذا تبعه شيء هذا وهذا سنة شيء مش معقول. قل لي هسه كم واحد من العلماء لدى السيدة تقول له شو القصد منه؟ والله لقد جئتكم بالذبح. بين العقل والنقل عبر العصور. أننا لا نحتاج إلى سنة فيها قتل. لأن المواقف العقلية والإبستيمولوجيا للعقل تغيير. جدلية الفكر تحاور وتطرح قضايا اختلفت الآراء حولها. سنحاول قراءة الأشياء من منظور عقلي منطقي وليس عاطفي تجهيلي. قراءات معاصرة مع مصطفى العمري قريبا على شاشة الماس الفضائية.